متابعينا الاعزاء، متابعين صوت العداله، في ظل الغلاء الاسعار اللي كاين اللي كتلهب جيوب المواطنين، نزلنا للشارع العام وبغينا نعرفوا راي الناس في هذه الامور هذه. اذا السلام عليكم خويا. وعليكم السلام. مرحبا بك معنا على صوت العداله. قول لي خويا الحبيب، انت كمواطن ولا كشاب في مقتبل العمر، ولا احنا كمواطنين مغاربه اكيد ضرينا، انت كراي ديالك في هذا الاسعار صراحه اللي مفرط اللي ما عمرنا شهدناه، شنو رايك في هذا الشيء؟ خويا حنا كنشوفوا بلي دابا ولا المواطن ما بقاش قادر كاع لا يتجوز لا بزاف الحوايج بسبب هذا الارتفاع ديال الاسعار وهذا الشيء. كتشوف مواطن تيتخلص 3000 درهم 2500 درهم كرا 2000 درهم، ما عرفناش كيفاش غادي، يعني غلاء المحروقات المواد الغذائيه يعني كل شيء، يعني هي الشيء غير كيرتفع المحروقات تكون اكيد غادي يرتفع كل شيء، يعني كل شيء متعلق بداك المحروقات لان اللي نقل السلع وكذا. حنا كنشوفوا يعني البنزين بزاف رتفع صافي، يعني بنادم ما بقاش قادر حتى يتمشى حتى في طونسبور، يعني فاش كيغلى داكشي يعني حتى الطاكسيات كلشي كيغلى، اكيد كلشي كيرفع التسعيره ديالو. اي واحد دابا كتمشي عندو غير تشري شي حاجه ولا ضروري كتلقى زاد عليك شي حاجه، ما بقاش شي واحد داير يعني نفس اسمين. وانت كرساله ديالك للحكومه شنو بغيت تقول لهم؟ حنا كنشوفوا بلي خص هادشي يعاود تعاود فيه النظر، هادشي بزاف. ما كتشوفش بلي من الاحسن يكون يرجع صندوق المقاصه كيكالي شويه على المواطن؟ كان بزاف يعني كيعاون المواطن، يعني ملي كيطلع السعر ديال شي حاجه صندوق المقاصه كيكالي تيعاون. ولكن دابا ما عرفناش حنا شنو، يعني هادشي ما عرفناش شنو الحل. حنا انا حتى كنقولوا يعني نعاود ندير انتخابات يعاود هذا الشيء احسن ساعات ما عاد كيزيد. شكرا على الراي ديالك. شكرا. اذا متابعينا الاعزاء، حنا مازال في الشارع العام المكناسي كنسمعوا راي المواطنين في هذا الغلاء الاسعار. اذا السلام عليكم سيدي. السلام. نعم سيدي، مرحبا بك معنا على قناه صوت العداله. نعم. قول لي يا شريف، نعم انت باش مضروب من هذا الغلاء الاسعار؟ هذا الغلاء الاسعار، نعم سيدي، حنا عندنا الكرا وعندنا ثلاثه الوليدات، حنا كنخرجوا من ترانسبور الله، حنا ولا بنادم كثير وبنادم ولا كلشي كيطمع. كانوا الناس هاد المسؤولين اللي عندهم الحديد وعندهم الكراجات وهذا كيحنوا على مانيول كيطبروا علينا وكيحنوا علينا، حتى هما كلشي ولا كيبغي يبيع، كلشي كيبغي. حنا دابا ولينا عاوتاني مع الشارع وعاوتاني محضيين، ما كاينش اللي كيعرفك ولا خطا شي مؤمنين ولا شي محسنين، هما اللي كنعيشوا معاهم حنا. واحد كيعطيك 1000 فرانك وواحد كيعطيك 400 وواحد هادو اللي معاهم كنعيشوا. شنو الشغل ديالك؟ شنو فاش تخدم؟ الشغل ديالي كنجمع الميكا، كنجمع الخبز، وكان هذه هي المعيشه ديالي 30 عام انا عم سيدي. وكتشوف كاين فرق ما بين يعني هذه واحد المده واحد 10 سنوات لدابا، كاين شي فرق؟ كاين فرق. فاش مثلا؟ كان الخير موجود، النية كان بنادم مزيان، لا؟ كان النية، كان الصدقة، كانت دابا ما بقاش بنادم كيعمل بك الثقة. بحال مثلا كتقول له الله يرحم والديك، بحال اللي كتقول له أنت اللي على الوالدي. فهمتي؟ بنادم كيضرب فيك بزيت ولا قلت له غير السلام ما كتقربش عليك. للأسف. بحال الله يستر، الخير موجود ولكن ولا عندهم القلق. القلب ديالهم ما قانعينش للاسف. هذا هو. واش نص بغيت نعطي رساله للمواطنين في هذه القضيه اللي قلتي باش نتعاونوا يكون تكافل بيناتنا؟ التكافل اسيدي، نتعاونوا بعضياتنا وشي حن على شي هادشي ما بغينا حنا. اكيد اكيد. والله يطول عمر سيدنا ويداو عمر سيد الرايد عمر سيدنا ان شاء الله، ويشوفوا من الراي ويشوفوا من حال المواطنين ان شاء الله، ويشوفوا حال المواطنين ويعطيهم وقت ديالهم. حنا دابا بقينا كنمشيو غير للبلديات على شي ورقه ولا شي عقد زياد، وهذيك كنقول تخصك دوك الشوكه الثالثه للاسف. مرجلين معنا في هذا الشيء. هذا المشكل بوحدو. حنا بغينا نتمناو وتنحنا وليدات ديالنا حتى هما يتخلصوا وحتى هما باش يداووا وباش يقراوا. الرعايه والتكافل الاجتماعي. التكافل الاجتماعي، بغينا كل شيء يعيش بخير. شكرا على الراي ديالك الشريف، الله يسهل الامور ان شاء الله. كما كيعيشوا دوك الناس عاود حتى هما الناس اللي هما عندهم المستقبل واساسيده، و كل واحد اللي كيتخلص على الاولاد ديالو، حتى المسكين خصو يتخلص على الاولاد ديالو، ولا غير ب 50 درهم ولا غير ب 100 درهم، ولو يعني تعاون رمزي. تعاون رمزي فعلا باش المواطنين يعيشوا يعني مستوى واحد، ما يكونش اجرام وما يكونش بزاف. هذا هو اللي جعلنا احنا تكون الازمه في البلاد. ما كتفكرش المسكين وما كتفكرش عنده اربعه الاولاد ولا خمسه الاولاد غيجيب 30 درهم كغدير لها. انا 30 درهم بحال كتكافئني مع الوليدات والباقيط، و كنتعاون انا والمراه، المراه كتخدم تضرب الميناج وانا كنضرب كندور على الكروسه. والوليدات ما خدامينش؟ الوليدات باقي صغار. باقي صغار. حنا كنجيبوا 30 درهم كنعطوها للمراه، وهذا الشيء اللي باش كنقلبوا.
الله يدير لك كنقولوا اللهم مالك العم هذا هو اللي كاين الحمد لله ولله الحمد لا صورنا غير 50 درهم ولا 30 درهم كنقول اللهم مالك العم الحمد لله على كل حال الحمد لله شكرا على الراي ديالك الله يرحم والديك شكرا متابعينا الاعزاء متابعين صوت العداله اغلبيه الناس صراحه مضرورين من غلاء الاسعار لا من ناحيه الوقود ولا المواد الاساسيه ديال التغذيه اغلب الناس فاحنا خدينا راي جوج الناس لكن اغلب الناس مضرورين ولكن كيقول لك لا ما بانوش في يعني في المرئيات ولا عالم الاعلام المرئي ما تيبغوش يبانوا فهما تيدمروا وتيمضرورين لكن ما باغينش يبانوا اذا كنتمنى من الله ان حكومتنا الموقره تلقى حلول اللي هي جذريه ماشي ترقيعيه راه الناس مضروره وتتاكل العصا وكيف شفنا في السوق اللي كان وقع داك المشكل ديال السرقه العام الماضي شفنا المواشي كيتسرقوا ما نتمناوش نعاودوا نشوفوا هذا الشيء هذا العام هذا وفي هذا الوقت هذا اذا المتابعين الاعزاء كان معكم ربيع الدحاني وراء الكاميرا عبد الجليل